سلسلة جديدة وقصة جديدة من اللي بحبها وبعشقها كالعادة، ورجعنا بفيديو جديد وقصة جديدة، وآي ثينك وصلنا للقصة السابعة من قصص مقابلات العمل، سواء في دولة قطر، الكويت، الإمارات، السعودية، أمريكا، كندا، يمكن الأردن، يمكن مصر، في أكثر من دولة، واللي بتوقع الكل راح يستفيد منها الشراسة، جاسر مصطفى، وخلينا نبلش. قصتنا اليوم هي قصة غريبة جدا صراحة، أتليست بالنسبة لإلي، فخليني أبلش فيها بشكل كثير سريع. كنت جالس أنا وشخص صديق لإلي بعزه كثير وبحترمه جدا، وكنا نحكي عن كيف الشغل وكيف أحواله، وكنت بحكي له أنه أنا حاليا تركت الشركة اللي أنا موجود فيها وبدور على فرصة جديدة، وأنت بتعرف البوزيشن اللي أنا بشتغل فيه Executive Management، يمكن من الصعب أنك تكون applying actively زي أي position من البوزيشنز اللي في التيم اللي ممكن يكون بيشتغل في أي شركة. حكى لي جو سبحان الله زي كأني أنا ميسر لي أن أنا أرن عليك اليوم أو أحكي معك اليوم أو أقعد معك اليوم. مبارح كان في شخص أنا بعرفه وكان عم بحكي معي وبطلب مني to join his company as an executive manager أو project director أو company general manager deputy general manager، وهي شركة fit out و project management و interior design ومجموعة من الفيلز اللي انت اوريدي يا جاسر بتشتغل فيها، فشو رأيك لو انا حكيت لك معه او اعطيك رقمه تحكي معه وتتقابل وتشوف اذا انه انت بتحب تشتغل بهاي الانفايرومنت او انه هو بشوف انه جاسر yes he's the guy اللي راح اسلمه المانجمنت تبع الشركة تبعي. قلت له yes سلام طبعا go ahead، بس بفضل انك انت من جهتك بالاول ترن عليه تحكي له انه في شخص بالمواصفات اللي انت بتستنى فيها موجود وحاب انه يقعد معك. وبالفعل رفع تلفونه ثاني يوم، رن على الزلمة ما ردش عليه، رجع لي حكى لي ما ردش عليه اوكي رجع لي لما يرد عليك، فرجع رن على الزلمة بنفس اليوم رد عليه، رتب الموضوع، حكى له في شخص مناسب اسمه جاسر وحاب يقعد معك وهو عنده نفس الاكسبيرينس ونفس التجربة بشركة سابقة، فشو رح تقعد معه؟ قال له اوكي بحب اقعد معه. والشخص هذا بدون ذكر الأسماء والجنسيات رنيت له كيفك أخبارك جاسر مصطفى فلان لفلاني يس أنا من طرف فلان لفلاني، حكالي عنك وأنت شخص جدا مناسب أتوقع راح تكون لأنه هذا اللي عمل لك ريكومنديشن، مش بالعادة بيعمل ريكومنديشن لأي شخص وهو بده أنت تكون مكانه، ذن لازم تكون على قدر من المسؤولية والمعرفة واللي هو بيتشرف أكيد أنه يحكي عنك ولا كان ما حكى لي عنك، فشو رايك نقعد مع بعض عندنا في الشركه تيجي تزورنا ادردش لك شوي وتدردش لي شوي عن الاكسبيرينس تبعك ونشوف فيو فيت للبوزيشن اللي هي ديفينتلي يس. ثاني يوم كنت عنده في الشركه، مرحبا كيفك كيفك جاسر جاسر مصطفى فلان الفلاني، قعدنا مع بعض في المكتب، هو كان المدير العام وصاحب الشركه واللي هي بصراحه تعتبر يمكن ميديوم او ما بعرف اذا تريتشز لارج بس اتس ليتس سي ميديوم تو لارج كامبان. بعد ما دردشت معه عرفت انه هي عبارة عن شركة في إلها تحتها مجموعة شركات تشتغل في عدة فيلز، تشتغل في الكونتراكتنج تاخد كونتراكتس as a main contractor، تاخد as a subcontractor، fit out و interior design و project management و wedding planning وفي مصنع، نسيت مصنع ايش صراحة لأنه كانت المقابلة قبل فترة، وفي مناجر ضمن هذه الشركة. فبصراحة لما تطلع على الموضوع من بعيد في دوشة راح تكون في هذه الشركة لأنك أنت you're managing more than one company. فقعدنا سألني شو عملت شو الخبرات تبعك، قلت له I have managed شركة قبل هيك، I have managed teams قبل هيك، كان في عندي overseas teams، كنا عم نشتغل في عدة projects construction وهي حجم المشاريع اللي أنا اشتغلت فيها. فاتضح أنه حجم المشاريع الموجودة في الشركة اللي I will be joining if I succeed هذه الانترفيو هو أصغر من حجم المشاريع اللي أنا اشتغلت عليها بالفعل، لكن هو كان عنده هاجس أنه بدي شخص يقدر to penetrate the team ويقدر يتعامل مع التيم تبعي، لأنه أنا خايف يا جاسر اني ادخل عليهم شخص بمسمى وظيفي executive manager او project manager او deputy general manager او whatever manager فالتيم كله يقوم علي في الشركة، لانه انا ما كبرت شخص من الشركة نفسها وحطيته في هذا البوزيشن، وانا السبب اللي ما بدي اعمل هيك انه ما في ولا واحد منهم مؤهل لذلك، لاني انا بشتغل معهم من زمان وشايف انه ولا شخص منهم مؤهل. الشغلة الثانية اللي بدك تدير بالك منها انه هم they have their own direct contact معي،
ومتعودين انهم يشتغلوا معي انا كصاحب شركه، فراح يشوفوا انه ما في اي سبب يصير في شخص ان بتوين بيني وبينهم، ويصير ريبورتنج لهذا الشخص، وهذا الشخص هو اللي يتواصل معي انا كجنرال مانجر او كاونر. الشغله الثالثه، كل حدا في البروجكتس اللي بيشتغلوا فيها شايف حاله بروجكت مانجر، بغض النظر هو شو مسمى الوظيفي، بغض النظر شو بيعمل، بغض النظر هي سكسسفل ولا لا، بس اي ام نوت ديليفرينج بروجكتس، وصار عندي مشاكل كثيره مع كلاينتس عديده في الشغل تبعي. والشغلة الرابعة انه كل واحد بيجي بيشتغل في هذه الشركة بصير بده يوظف لي قرايبه معاي في الشركة، وفعليا صارت عندي مشكلة انه في معظم اللي بيشتغلوا صار قرايبهم برضو عم بيشتغلوا معانا، فبتعرف كيف لما تشتغل مع حدا قريبك او اخوك او نسيبك او whatever كيف تصيروا تمشوا لبعض وتغطوا على بعض. الشغلة الخامسة، في عندي جنسيات برضو عم بشغلها معاي في الشركة لكنها جدا 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 غير مسؤولة، ما بتشتغل، ما بتعمل المهام اللي عليها. الشغلة السادسة، عندي مشكلة في التحصيل. الشغلة السابعة، عندي مشكلة في الكوردينيشن بين الديبارتمنتس تبع الشركة. الشغلة الثامنة، عندي مشكلة في الكوردينيشن والمانجمنت بين الشركات اللي تحت الشركة تبعي. والشغلة التاسعة، انه انا في عندي اصلا ايمج معينة في الشركة وحجم مشاريع معين باخدها، لكن انا ام تارجتنج اكثر من هيك. الشغله العاشره، انك انت بدك تدير بالك انه انت مش لازم تعلى عني لانه انا صاحب الشركه وانا بدي ضل ماسك المشاريع، بس انت بدك تحل لي كل هذه المشاكل. الشغله رقم 11، بدنا نقدم على كل المشاريع الكبيره ونحل مشاكلها. الشغله رقم 12، انه احنا قاعدين ناخذ لوكيشن جديد لكن في مشاكل كثير ولسه مش عارفين نفنش ومش عارفين نسوي موافقات دفاع مدني ومش عارفين نجيب العفش ومش عارفين ومش عارفين. 13 14 15 16 17 18، الشركه كلها عباره عن مشاكل. بطريقه او باخرى حكيت له كيف ممكن نحل هذه المشاكل، وشو اللي مطلوب منه يعمله، وشو المطلوب مني أعمله، وكيف هو لازم يكون برضو في عندك قوة قلب عشان تقدر إنك أنت تخطي لقدام في هذه الحلول. إذا عملت هيك بنحل، إذا ما عملت هيك ما بنحل. فإف يو أجري تو جوين أنا I'll be joining. If you agree me to work, I'll be working. If you give me my space, I'll be solving. If you give me my position and my, let's say, requirements, I'll be working. If you provide me with support, I'll be delivering projects and collecting payments. فأنا راح أكون عم بحل هذا الموضوع، لكن at the end of the day ما أتوقع أنه بكرة ينحل هذا الموضوع. أنا a minimum of one year بدي عشان أقدر أني أنا let's say، ليش أحكي حل كل هذه المشاكل؟ عشان نقدر أن نحكي أنه إحنا حلينا وبلشنا نشتغل وصار في results وصرنا عم نحصد من اللي عم نزرع. جاهز؟ جاهز. جاهز جاسر؟ جاهز جاسر. جاهز فلان صاحب الشركة؟ جاهز صاحب الشركة. وأنا open لكل solutions وبدي أحل وبدي 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 وبدي. شو المسمى الوظيفي اللي بدك تعطيني اياه؟ ما بعرف يعني. اوكي انا ماي بوزيشن از ان اكزيكتيف مانجر. بتحب اني اكون اكزيكتيف مانجر ولا بتحب انت بدك تسميه ديبيوتي جنرال مانجر ولا بدك تسميه جنرال مانجر؟ جاسر انا خايف. قلت له لا، من هالسبب انك اذا انت على المسمى الوظيفي خايف انك انت تعطيني مسمى وظيفي عشان والله فلان ما يزعلش في الشركه وفلان ما يزعلش في الشركه وابن اخوي بيشتغل معي وابني بيشتغل معي، انا ما راح اشتغل معك في الشركه. اوكي الفلوس او الراتب او السالري راح نعطيك هالقد؟ لا انا ما بزبطش معي هالقد. هو بيحكي لي احنا نعطيك هذا الرقم، انا ما زبط معي هذا الرقم. وصلنا لتوليف للرقم اللي انا بدي اياه وتقسيمه الرقم اللي انا بدي اياها. سلام، نبعث لك اياهم على الايميل. جريت. روحت اجاني على الايميل ثم وظيفي ثاني والله نسيت حتى شو هو كان، وسالري التقسيمه تبعته مختلفه لكن السالري اللي انا طلبته. فبعثت له كومنتس على الاوفر، ولا تستحي انك انت تحط كومنتس على الاوفر او كومنتس على الايميل اللي بيجيك، يعني ما تخافش مش هتضيع منك الوظيفه. فحطيت له كومنتس عادي، فتحت البي دي اف، حطيت فيه نوتس كومنتس، كتبت له اللي انا بدي اياه، عدل البيسك سالري هيك، عدل بدل مواصلات هيك، عدل البدلات هاي هيك، وعدل لي المسمى الوظيفي هيك والديسكريبشن تبع الوظيفه تبعي هيك، هذا الاتفاق اللي احنا اتفقنا عليه. فرجع لي الاتش ار تبعه انه سوري بس ذس از نوت ابليكابل لانه هذا هو اللي احنا بدنا نسوي الموظف عليه. ان اوي اور انذر، مش بعرفك شو اللي اتفقنا عليه، رجعت مع صاحب الشركه. فبليز ارجع لصاحب الشركه اساله قول له هيك 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 المهندس جاسر طلب. اف يس دو ات، اف نوت خلص ثانك يو ام نوت جوينينج يور كمباني، يعني عادي ما في مشكله. فرجع له فحكى له يس، عدل 1 2 3 عدلهم، بعث لي اياهم، وقعتهم، بعثت له اياهم وقعهم، و I have joined within 2 days هذه الشركه. دخلت على الشركه لقيت فيش لي مكتب، لقيت فيش مكان اقعد فيه، لقيت المكتب الثاني مش جاهز، الشركه الموقع الثاني مش جاهزه، مين المسؤول ما حدا بيعرف، مين الطب اللي بتابع المكتب الثاني ما حدا بيعرف، طب وين الاتش ار ما حدا بيعرف، ما حد داري شيء. بلشنا شوي شوي نشتغل، حكيت للسكرتري تكتب لتر انه ميمو انه جاسر هو المسؤول عن هدول الديبارتمنتس كلهم، يو ار ريبورتنج لجاسر، وانه somebody has joined us جديد و let's welcome him و بلا 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 بلا، يعني هاي التجهيزات، وانه مسؤول عن النقاط التالية، وهذا يو ار ريبورتنج له من كل الديبارتمنتس تبع الشركة، وقبل ما تبعتيهم as secretary please refer back ل CEO
ايلون ام سندينج ذس ليتر، وقعها بعطيها اوفيشال على اللتر هيد تبع الشركه عشان تكون اوفيشال للكل. تمام تمام وقعنا، صرنا نشتغل، صار يصير شويه كلاشز. طبعا انا از ا نيو امبلوي حتى لو اني اكزكتيف مانجر ام نوت ميكينج ديسيجنز من داي 1، هذا رقم واحد. رقم اثنين، ام نوت كرييتينج كلاشز، ام نوت انيشيتينج كلاشز، ما عم بخلق مشاكل بيني وبين الناس حتى لو عم بيحاولوا انهم يخلقوا هاي المشكله. لو اساءوا لي بدي امتص، بدي اشوف، لسه اي ام اوبزرفينج، عم بشاهد الوضع من بعيد. كثير ريزيستنس عالي وممانعه عاليه في الشركه لحدا جديد تو جوين هذه الشركه، كثير ما حدا له دخل بولا شيء حتى لو انه ان ذا كور اوف هيز بزنس، كثير السي او بخاف من الموظفين اللي في الموجودين في الشركه، كثير الموظفين ماخذين اللي في الشركه ماخذين وضع ما لهم علاقه انهم ياخذوه، كثير موظفين في الشركه بتدخلوا في كل شيء سواء كان بيمنتس او اوبريشنز او كونستراكشن او كونتراكتنج كونت سيرفينج كلاينت نيغوشيشنز كلاينت ليترز، وكثير الموجودين في الشركه ما بيعرفوا يردوا على الكلاينتس الموجودين او على الليترز اللي بتيجي اوفيشال للشركة، يعني طعم أو قايمة هيك احنا بنقدر نحكي عنها في الأردن. صرنا نشتغل شوي شوي، شفت في المدير المالي في اتش ار جاي، هدول ها هدول أم الوحيدين، مش هدول ها هدول أم الوحيدين اللي مناح اللي في الشركة، الباقي شطب، الباقي عصابات، الباقي أتوات. بدنا نعمل، بلش انا والمدير المالي ندردش مع بعض كيف بدنا نشتغل، هو كيف بده يكون السيستم تبعه، كيف التحصيل، كيف الريبورتينج، كيف البروجكتس لازم يطلبوا منه الماتيريال، ديبارتمنت البروكيورمنت في واحد منيح صرنا شوي شوي ندخله معنا، الاتش ار الشاب المنيح صرنا نتفق كيف بده يتواصل مع الموظفين وكيف انا بدي اتواصل معهم وكيف بده يخليني امر على كل اقسام الشركات. احتاجنا شيء من اللوجيستكس، او عشان تكون بشكل كثير سريع، احتجت شغله كثير سريعه كروت، قعدت اكثر من 3 اسابيع اطلب كروت من مين؟ طب اذا انت اكزكتيف مانجر جزاءات ما بقدر، لسه انا نيو جوينر. المهم ليش بحكي كل هاي التفاصيل؟ لانه وصلت اصطدمت مع شخص في اللوجيستكس، لانه كان يعني اسلوبه في التعامل سيء جدا، اسلوبه في الدردشه مع الناس سيء جدا، اسلوبه في الحوارات سيء جدا، فدخلنا في كلاش مع بعض. يعني احتدينا شوي في النقاش، بس ضليت شوي مسيطر على حالي يعني، لكن هو ما سيطر على حالي، وراح بعديها لصاحب الشركه حكى له هيك 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 المهندس جاسر، واكتشف انه هذا الشخص برضه من قرابه صاحب الشركه. المهم ليس الا بيوم من الايام بكتشف انه صاحب الشركه مش عاجبه انه اضل موجود في الشركه، اللي هو اليوم من الايام هذا بعد 4 أسابيع من الجويننج تبعي، اللي هو less than 1 month. وقعدنا مع بعض وحكى لي انه بصراحه باش مهندس جاسر، انت كل المصطلحات اللي بتحكيها وطريقه الشغل اللي بدك اياه نشتغلها والسيستم اللي بدك تحطه في الشركه صراحه اكبر من الشركه كلها، ونحن شايفين انه ما حدا فاهم عليك، والموظفين كثير تعصبوا مني اني انا دخلت حدا. طبعا من الموظفين ناس انا اصلا كنت ملاحظ انه بيدخل بالطاوش معه، انه كيف بتجيب جاسر على الشركه وانا موجود فيها واللي قديش معك وشايل معك الشركه، لازم انا حطيتني اكزيكتيف مانجر ورفعت لي راتبي، كيف بتجيب جاسر تعطي راتب اكثر مني، كيف بتجيب جاسر تحطه يتحكم فينا، كيف انا ما تحكمت في حدا لسه ما خدتش ولا قرار. وفي النهايه قعدت انا والمهندس هذا بعد شهر، اكتشفت انه مش مهندس، وانه ليترالي كان في مشكله بالتواصل لانه ما بيجي على الشركه، وبتدخل بكل صغيره وكبيره في الشركه من بعيد لبعيد على التلفون، وبعصب على اي حدا له دخل وما له دخل بالشركه، و اي بليف انه شوي الموضوع كان فاميلي بزنس، والقرارات بإيد أشخاص من العائلة نفسها لكنهم مش من الناس اللي أنا احتكيت فيهم أو تعاملت معهم. وجلسنا مع بعض، قال لك أنا شايف إنه الموضوع إحنا مش فاهمين عليك وأنت مش فاهم علينا. قلت له أوكي فاين، يعني بدك نوقف شغل؟ يس بدنا نوقف شغل. أوكي ثانك يو ثانك يو، يعطيك العافية، مع السلامة مع السلامة. وبهيك تلاشت هذه الفرصة اللي أنا بعتبرها الحمد لله أنها تلاشت بأولها، وإنه الزلمة كان قادر إنه يقعد معي من أولها يقول لي مش قادرين نفهم عليك ومش قادر تفهم علينا. اللي بدك تفهمه من هذه القصة انه في اشي انا اغفلته في البداية، اني انا لما جلست مع هذا الشخص حاولت اني احكي معه كثير عن البوزيشنز، نعم، حاولت اني اشرح له كثير عن اللي راح اعمله، نعم، لكنه اللي اتضح لي بالاخر انه هو كان مش عم بسمعني باشي يفهمه، وكان عم بسمعني بطريقة انه بس عم بسمعني. واكتشفت بالنهاية انه يمكن 3 شغلات، الاولى القرار مش بايده، الثانية إنه هو مش من باكراوند هندسية واللي عم بطلبه أصلاً كان مش فاهم، والثالثة إني أنا لما كنت عم بشرح له ما كنت عم بقدر أنزل لعند الليفل تبعه إني أنا أقدر أفهمه إنه those are the requirements اللي أنا بدي أسوي لك إياهم. والشغلة الرابعة اللي أهم من هيك إنه الشركة كان فيها resistance عالية، وكان في ناس أصلاً كان لازم هو يقعد معي
يحكي لي هذا الشخص بدك تعرف انه هيك المنتاليتي تبعه، هذا الشخص بدك تعامله بالطريقه الفلانيه في البدايه والى اخره، لانه هو اللي عارف الناس الموجودين عنده. او لو انا اكتشفت هذا الحكي في البدايه كان يمكن تصرفت معهم بطريقه مختلفه. بالنهايه كانت فرصه انا تعلمت منها، لكنها كانت فرصه بتقدر تحكي ان هي فشل للتعليم. انا يس كان في فشل في هذه الفرصه، لا تتعلم منه كيف ممكن انك تتصرف في المستقبل اذا تعرضت لشغله مثل هاي، ان كيس اني قبلت تو جوين مره ثانيه في نفس هذه السيركمستانسز. فالحمد لله انه انتهت هذه القصه في بدايتها وما كملت، لانه في البدايه كانت حتكون او فعليا حل الموضوع كان جدا سهل بانه خلاص ثانك يو ما راح نشتغل مع بعض. لكن لو انها استمرت لسنتين ثلاثه اربعه خمسه كانت المشاكل راح تكون كثير اكبر، لانه راح تكون الموضوع فيها ماديات وماليه وكونتراكتس عقود وليجل قانوني او اوضاع قانونيه والى اخره. يمكن كانت الامور راح تعقد بشكل كثير كبير، ويمكن كنت راح اروح باتجاه انا ما بدي اصلا اني اروح فيه. لهون يمكن حكيت لك قصه هاي يمكن تكون ان شاء الله مفيده لك، تعطيك افكار انه كيف ممكن تفكر بشكل اوسع قبل ما تقرر تجوين شركه معينه او لا. من هون للاسبوع الجاي لما ينزل فيديو جديد ارجع احضر للفيديوهات اللي قبل، وتقدر تمر على الميديا بلاتفورمز او المنصات الثانيه اللي عندي عليها. وسلام.